الاوست ارثرايتس عباره عن كرونيك بروجريسيف كونديشن بتحصل مينلي في الومن، خاصه في الاوبيز، بيحصل فيها لوس اوف ارتيكولار كارتليج في الهاندز والني والهيب واللمبر اند سيرفيكال سباين. طيب البالانس بتوين الكارتليج مينتنس اند ديستراكشن بيؤدي للباثوجي، يعني في تايم توازن بين الكارتليج مينتنس او الصيانه والديستراكشن، دايما بيحصل ديستراكشن وريبير على طول. لو حصل امبالانس بين الاثنين بيؤدينا للكلام ده. بيحصل دايما في البريدومينتلي في الويت بيرنج ايه جوينت، عشان كده بتبدا تظهر، اول بتظهر في الغالب بتبدا في ايه في الني جوينت، تعمل سيجنيفيكانت بين اند فانكشن ديسابيلتي. لما بتعمل اكس راي بيبان فيها جوينت سبيس ناروينج، وممكن يبان فيها حاجه اسمها اوستوفايد فورميشن. طيب وبعدين لما تيجي تكشف على العيان تلاقي عنده حاجه اسمها بون رابنج اجينست البون، اللي بتعمل له الم، تيجي تحرك له كده رجله يبقى فيه الم وستيفنس، وتسمع صوت طرقعه او فرقعه، يقول لك ده ايه ده، بطرقع صوابعه او فرقع مش عارف المفصل بتاع الني جوينت، بيقوم مش رافض نافض رجله كده، عاملها اكستنشن مره واحده بعد الفليكشن، تقوم مطلعه صوت فرقعه كده، يبقى فرحان بنفسه قوي. لا ده انت عندك كده في اوستوفايت او حاجه او مشاكل في الكارتريج، يعني بلاش بلاش، لان كل مره بتعمل كده بتعمل جوينت انشن. طيب او زي ما احنا شايفين كده بيحصل ده نورمال جوينت، ده في الاوستيو ارثرايتس بيبدا يحصل نارونج في جوينت سبيس وزود ايه بون اوروجن من غير حاجه. طيب يبقى وبعد كده بيحصل لوس اوف جوينت سبيس، بيبدا العظم يحك في بعضه ويعمل لنا الايه البين والاستيفنس والكريبتس او الفرقعه اللي بتحصل. الريسك فاكتور فيه منهم حاجات موديفايبل زي الاوبيستي وجوينت تروما، نون موديفايبل زي الادفانس ايج والجندر والجينيتك والجوينت لوكيشن. الجول اوف تريتمنت ان انا اسبورت اريليف البين، اعمل انرجيتك افكت عشان اسبورت الديلي ليفنج اكتيفيتي، نمره اثنين فاسيليتيت البارتيسيبيشن بتاع الفيزيكال والاكيوبيشن ثيرابي. لو اروح بعد كده اعمل اكيوبيشن ثيرابي او فيزيكال ثيرابي، هو المفصل مش قادر يتحرك فلازم يدي له اي حاجه في تريليف البين عشان يقدر هو يشترك في الايه فيزيكال او العلاج الطبيعي او خلاف. ايه كمان ممكن اقول له بارتيسيبيشن، اقول له هو نفسه يبدا يعمل بدل ما يروح بقى ياخد درس علاج طبيعي، يعمل حاجه اسمها سيلف مانجمنت اكسرسايز بروجرام. عشان يعمل الكلام ده لازم يكون عنده الالم مش موجود. طيب وبحافظ على الالم اشيله عشان العيان يقدر يمشي على الجوينت بتاعه، فبالتالي مينيمايز الديسابيلتي. نون فارماكولوجيكال ثيرابي بتشمل ويت ريدكشن واكسرسايز. طب الاكسرسايز لازم ايه؟ عشان تمبروف الماسل سترينث اند بريفنت الفول، اللي هو عشان ما يقعش وتبقى العضلات بتاعته قويه. طيب نيجي بقى للعلاج، العلاج بتاعنا بدأ من هنا. العلاج هيديله ايه؟ خلي بالنا العلاج هنا ما هوش ديزيز موديفاينج. في الروماتويد ارثرايتس كان ديزيز موديفاينج، يعني لما تديه بتفرمل المرض. العلاج هنا لا، جاست سيمتوماتيك تريتمنت من الاخر. يبقى لو في الم موجود ادي علاج، ما فيش وقف الدواء. ليه؟ اصل هو ما هوش ديزيز موديفاينج، هو كده كده الموضوع بروجريسيف. انت جاست بتدي الدواء عشان يشيل، يعمل انالجيزيا فقط، هدفك انك توقف البين ولو في شويه انفلاميشن توقفه، انما مفيش عندنا دواء ديزيز بروجريسيف، مفيش دواء ديزيز بروجريسيف. يبقى تريتمنت از نوت ريكوايرد اثناء البيريد اوف وين ديزيز از ان اكتف، لان مفيش دواء ديزيز موديفاينج، عكس التانيين اللي هم الدمار بيسموهم ديزيز موديفاينج، يعني بتسلو البروجريشن اوف ديزيز. ايه العلاج بقى؟ اول حاجه الاسيت امينوفيد اللي هو الباراستامول او البنادول او الفيفادول او الادول او اي واحد في دول، ده العلاج، ده الدراج اوف فيرست تشويس، ده اول دواء تفكر فيه. يبقى لو سالت ليه هو الدراج اوف فيرست تشويس في حاله الاوستيو ارثرايتس، الاسيت امينوفين او اسمه الثاني باراستامول او اسمه تجاري بنادول في بنادول ادول اي واحد من دول. طيب لو العيان خده لسه بيتالم ممكن مدي معاها توبكال ايجنت، لو في التهابات او كلام من ده لازم ياخد نون سترويدال، لو الالم جامد وما خفش بدول ممكن اوصل لاخد اوبيويد انرجيسك. خلي بالك كل احنا ماشيين كده كله مسكنات، او ممكن احقن بقى في الجوينت حاجات زي الايه ادويه هيك كمان شويه طبيعي لكن، او ادي له انتي ديبريسنت اسمه دلوكسيتين. كانوا زمان بيستخدموا دوايين ما عادش حد بيستخدمهم اسمه جلوكوزامين وكوندروتين، وما زالوا موجودين في السوق، واحد يجي يضحك عليك من مندوب الادويه يقول لك ده جميل جدا في الاوستو ارثرايتس وبيحافظ، يقول له انتوا الكلام ده كله كلام نظري. يبقى العلاج اسيت امينوفين، اسيت امينوفين او الباراستامول. طيب ايه بقى لو العيان عنده جاي لي جاست بالم بس، وبصيت على الجوينت الني جوينت جاي لي بيتألم في الني جوينت وجاست بيقول لي بوجعني، طيب ابصيت عليه لا ريد ولا هوت ولا سويلين ولا تندر، جاست بين ممكن يبقى شويه تندرنس بس، ان ما فيش سايد انفلاميشن اوف سويلين، خلاص ادي له اسيتامينوفين وممكن ادي معاه او ما اديش توبيكال ثيرابي. ايه هي توبيكال ثيرابي؟ يعني حاجات موضوعيه تتحط على المفصل نفسه، هنجي لها كمان شويه.
طيب لو جاي لي بقى يبقى عنده الم وفي التهابات، يعني الالم بتالم وفي تندرنس وريدنس وهوتنس وسولنج اللي هي الانفليشن وايت، اديله بقى نون ستيرويدال عاديه او سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور. طب هو لو عنده الم والتهاب وعنده ريسك فور جي اي تي بليدنج او السريشن، عنده قرحه او دوالي المريء، اه لو هتدي ده هيجي له نزيف ويموت فيه، يبقى لازم يديله حاجه تحمي المعده، يبقى ادي سيلكوكسي اللي هو سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور ولو جاستريك بروتكتيف افكت، وادي معاه برضه حاجه تحمي المعده، اما جلوتون بامب انهبيتور او ميزوبريستون، او ادي نون سيلكتيف ومعاه برضه، يبقى هتدي نون ستيرويدال، يبقى في لو في ريسك اوف جي اي تي بليدنج هتدي نون ستيرويدال، بس لو سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور هو سيلكوكسيك او نون سيلكتيف، ولازم تدي معاهم حاجه تحمي جدار المعده، جلوتون بامب انهبيتور او ميزوبريستون. لو عنده ريسك فور كاردو فاسكولار ديزيز، قال لك جاله قبل كده انفاركشن ولا حاجه، طب نعمل ايه في الحاجه اللي دي؟ نديله اقل واحد ضار من النون ستيرويدال على الكاردو فاسكولار هو اسمه نابروكسين، وندي معاها حاجه تانيه تحمي جدار المعده اللي هو البروتون بومب انهبيتور او ميزوبريستون. او من الاول ادي معاه ايه تاني؟ ادي معاه اللي هو الايه؟ ادي ترامادول بديل. طيب الناس اللي عندها كرونيك كيدني ديزيز، الناس اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز ادي ترامادول من الاول او انتر ارتكولار ايش، يبقى هو لو عنده التهاب والم ادي ترامادول او انتر ارتكولار ايش، او ادي سبسرابيوتيك لو عنده سبسرابيوتيك ريسبونس للنون ستيرويدال، هو ما جابش نتيجه يعني افرض هو زي الفل بس هو عنده سبسرابيوتيك ريسبونس للنون ستيرويدال. ثانيه واحده بس نوقف لان في حاجه ايرجنت.